البيض اسعاره ايه والدواجن اسعارها ايه. اتكلمنا على الدواجن المجمده، طيب الدواجن غير المجمده اسعارها ايه؟ خليني ارحب على التليفون بدكتور محمد صالح. دكتور محمد مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا فندم، ومساء الخير على الساده المستمعين والمشاهدين. كل سنه مشاركين في انخفاض الاسعار كاتحاد دواجن. بالتأكيد، والاتحاد طلع بيان لجميع الأعضاء وألزمهم بالأسعار اللي هي معلنة 65 كيلو ثانية واحدة بعد إذن دكتور محمد، بعد إذنك أنا علشان أطلب فراخ طبيعية يعني مش مجمد، أيوة المفروض يديني الكيلو بكام الراجل؟ حضرتك أما يكون الكيلو ب 65 جنيه احنا عندنا معادلة دايما بنقول 125%، ال 65 دول يعملوا حوالي 25 ده جنيه. من المزرعة لا يعني يوصل لك مذبوح ومتكيس كمستهلك بكام؟ كمستهلك ب 95 جنيه. 95 يوصلني كام؟ 95 جنيه. طيب البيض انا اشتري كرتونة البيض بكام من المكان؟ البيض من المزرعة حضرتك ب 115 جنيه. يوصل للمستهلك ب 125 جنيه. وهو كان بكام؟ طب كده في تخفيض قد ايه حصل؟ التخفيض 15% تقريبا. تمام. بشكرك دكتور محمد صالح، بشكرك فندم، ولو جات لنا اي شكاوى برضو هنبعت لحضرتك بعد اذنك. خليني اطلع فاصل واتواصل مع حضرتكم بعد الفاصل.